خليني أقول حاجة يمكن أول مرة أقولها في حياتي على الشاشة. لما أمي ماتت افتكرت إن الحياة وقفت، ولما أبويا مات بعدها افتكرت إن الدنيا خلاص خلصت، لكن اكتشفت إن أنا ممكن أكمل حياتهم بكل حاجة حلوة أنا بعملها في حياتي. هو ده اللي أنا عايزة أوصله لكم، أنت ممكن تفضل تعمل كل حاجة حلوة عشان تسعد ناس تانية اختفت من الحياة، راحت من الحياة، وانت برضو مكمل حياتك انت، فبتبقى سعيد وبتسعد الناس اللي انت بتحبها واختفت من اللحظة دي. خلاص بس هو ده، وتبقى عامل حسابك انك يوم هتقابلهم عايز تفرحهم باللي انت عملته. برضو هو ده، لو لا قدر الله الظروف جت معاكسة اوعى تيأس، شوف الحياة وبصلها بحب بجمال، زي نيكولاس كده ما كان بيقول، كان بيقول لكل واحدة قاعدة في قلب المحاضرة اللي هو بيديها لهم، وسبحان الله هو اللي بيديهم المحاضرة، كان بيقول لها حسي إنك أجمل بنت، أنت كمان حسي إنك جميلة فهتشوفي الكون جميل، أنت كمان حس إن الحياة لسه ممتدة وفيها حاجات كتير نعملها فهتقدر تعملها. نقابلكم بعد الفاصل ونكمل تليفونات ولقائنا مع دكتورة إيمان.